وللمزيد من الحديث حول مباراة المنتخب المصري اليوم مع نظيره الغاني في بطولة الأمم الإفريقية ينضم إلينا من استوديو القاهرة الناقدة الرياضية نورهان طمان. صباح الخير نورهان. وبعد التحية، الجماهير المصرية تترقب اليوم مباراة المنتخب الغاني، خاصة أنها أصبحت مباراة حاسمة وهامة بعد التعادل غير المتوقع أمام موزمبيق، وأيضا خسارة غانا أمام كيب فيردي أو الرأس الأخضر. كيف تتوقع سيناريو مباراة اليوم في ظل هذه الظروف، حيث توقع الكثير من المحللين أن تكون نهائي مبكر؟ طبعا بصبح عليكم في البداية، والحقيقة إن شاء الله يكون صباح سعيد، وان شاء الله يكون صباح اليوم في منتخبنا امام طبعا منتخب غانا. مباراه في رايي يعني يمكن من اهم المواجهات اللي مصر ممكن تكون هتخوضها في بطوله امم افريقيا في النسخه الحاليه. الحقيقه الفريقين او المنتخبين يمكن كانت البدايه متعثره، وبناء عليه يعني المباراه النهارده مش هنقول حياه او موت، لانه لسه طبعا في مباراة أخرى وفي أيضا تصنيف كأفضل توالت، ولكن يعني ما ينبغيش أبدا أن منتخب مصر ينتظر لأي حسابات للمجموعة أو أي تعقيدات. مباراة اليوم مباراة هامة، حياة أو موت. لو حبينا يعني نحط السلوجان ده أو الشعار ده لهذه المباراة فهو حياة أو موت، لأنه منتخب مصر منتخب كبير، هو الأكثر حصولا على لقب البطولة، وأيضا منتخب غانا حصل على البطولة من قبل يمكن 4 مناسبات. فإحنا أمام طبعا أنا أتفق جدا مع فكرة النهائي المبكر. مباراة مصر وغانا هتكون يعني هي اللي هتستحوذ على الأهمية الكبيرة أو المشاهدة الأكبر لجمهور كأس الأمم الإفريقية في النسخة الحالية. توقعاتي الشخصية إن شاء الله إن شاء الله منتخب مصر هتكون الغلبة للفراعنة اليوم، وإن كان يعني طبعا مستر روي فيتوريا قال إن هو هيجري بعض التعديلات، هو الحقيقة إنه لازم يجري بعض التعديلات. أيوة إن شاء الله. أنا كنت عايز أسألك عن الموضوع ده تحديدا، يعني إحنا شفنا مشاكل دفاعية واجهت منتخب مصر قدام موزمبيق، وكمان الفعالية الهجومية يعني ما كانتش في أفضل حالتها. من وجهة نظرك إزاي فيتوريا هيعالج المشاكل دي قبل مواجهة النهاردة؟ الحقيقة إنه يمكن طبعا الأداء الدفاعي للفريقين ما كانش كويس في الانطلاقة أو في ضربة البداية سواء مصر أو غانا. كان أنا شايفة إنه يمكن مصر على الرغم من يعني الأداء السيء إلى حد ما طبعا اللي بدأنا به البطولة، إلا إنه الدفاع المصري يقدر إن هو يلملم أوراقه مرة تانية، لأن إحنا عندنا أسماء فعلا كبيرة في خط الدفاع، محمد عبد المنعم وأحمد حجازي، يمكن حتى هم اللي شاركوا أو بعض الانتقادات اللي وجهت للثنائي في المشاركة الأولى. أنا في رأيي أنه يمكن بعض الانسجام فقط هو اللي ما كانش أو هو اللي أدى لهذا الأداء أو أدى لهذه النتيجة. الحقيقة أنه يمكن في ناس كتير بتطالب بمشاركة ياسر إبراهيم واستغلال حالة الانسجام اللي ممكن تكون بين محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، لأنه دي نفس الحالة اللي طبعا موجودة في ناديهم في النادي الأهلي. ولكن أنا بشكل شخصي شايفة أنه حقيقة أنه أحمد حجازي مدافع كبير وخبرات دولية كبيرة جدا، يمكن الإصابة كانت مأثرة عليه. طبعا اتحاد جدة بيمر بفترات فنية مش أفضل حاجة، ويمكن مأثرة على أحمد حجازي نفسه، ولكن أحمد حجازي يقدر بخبراته الدولية الكبيرة أنه هو يرجع مرة أخرى ويستعيد مستواه يعني في المباراة طبعا النهاردة. وإن كان طبعا مشاركة ياسر إبراهيم مش يعني برضو يعني هتبقى إيجابية حتى وإن قرر روي نعم. نوران، بعض المحللين أو الكثير من المحللين قالوا أن كان في مشاكل بالنسبة لوسط الملعب والاستحواذ على الكرة، وأنه كان في بعض الاستهانة بالمباراة، وده اللي سمح للفريق فريق موزمبيق أنه هو يحرز الهدفين بتوعه في حوالي 3 دقائق. وروي فيتوريا قال أنه في تغيير في التشكيل، شايفة إيه هو التشكيل الأفضل من وجهة نظرك والمتوقع من روي فيتوريا بالنسبة للنهاردة؟ هو طبعا الأفضل من وجهة نظري غير المتوقع، وخلينا نقول إنه منتخب مصر بيلعب 4-3-3. أتمنى بشكل شخصي إنه هي تكون 4-3-3 صريحة. الأزمة الحقيقية إنه منتخب مصر مش استهان بالمنافس، ولكن الأزمة الحقيقية إنه منتخب مصر ما لعبش 4-3-3 صريحة. كان في بعض التغييرات التكتيكية جوه الملعب
انا في رايي كنت شايفه انه اللعيبه مش مستوعباها بشكل كبير، وبالتالي ظهر الاداء السيء بالشكل ده. على فكره منتخب مصر في ضربه البدايه في النسخه الماضيه يعني تقريبا نفس الاداء وتقريبا نفس العيوب يعني عدينا بيها، وبعد كده انطلقنا ووصلنا للنهائي. ولكن الحقيقه انه انا بشوف انه اللاعب المصري وطبيعه اللاعب المصري بيحب دايما ان هو يكون يلعب على اللي حافظه 4-3-3 صريحه ايا كانت الاسماء، وان كان كنت طبعا هقول لك الافضل في وجهه نظري لو اجراء بعض التعديلات على التشكيل من المباراه الماضيه، ولكن الاهم هي طريقه اللعب انها تكون ثابته وواضحه بلا اي يعني خبايا داخل الملعب. لو بنتكلم على التشكيل اللي انا اتمنى او بعض التغييرات اللي اتمنى ان هي تتم، طبعا اتمنى ان يكون عمر كمال عبد الواحد مكان محمد هاني في الجانب الايمن طبعا، وفي قلب الدفاع سواء كان ياسر ابراهيم او احمد حجازي. انا بالنسبه لي الاثنين نجوم كبار، والاثنين ان شاء الله ايا كان مين منهم اللي هيشارك، وان كنت طبعا شايفه انه احمد حجازي هو اللي هيشارك، او توقعاتي انه راي فيتوري هيشارك او هيكمل باحمد حجازي في دفاع اليوم. كمان خليني اقول لك انه محمد النني الحقيقه انا بشوف انه مع احترامي الكامل كونه محترف كبير في نادي كبير زي ارسنال، ولكن هو ما بيشاركش بصفه اساسيه مع ارسنال، والحقيقه انه حتى لما كان بيشارك مع ارسنال احيانا او في مباريات كتير جدا محمد النني كان بيسبب ثغره كبيره جدا في خط وسط منتخب مصر. فانا في رايي انه مروان عطيه بديل افضل بكتير جدا من محمد النني، ودون النظر للاسماء ودون النظر لفكره المحترفين. الحقيقه ان المحترف لازم يفيد الفريق، والمحترف اللي مش هيفيد الفريق اعتقد انه المحلي هيكون افضل منه، واحنا شفنا مصر حققت 3 بطولات كاس الامم الافريقيه ب سكواد كله محليين او 3/4 تقريبا محليين. طبعا كل التقدير والاحترام للاحتراف وعالم الاحتراف ونجومنا في الاحتراف على راسهم طبعا النجم محمد صلاح، ولكن اللاعب اللي مش جاهز فنيا وبدنيا المحلي هيكون افضل منه. لو بنتكلم على الجبهه اليسرى فاكيد فتوحك هيبقى افضل في رايي من محمد حمدي، وممكن يتم الاستعانه بكهربا في الشوط الثاني لو في اي طبعا تعثرات او يعني تغييرات هيقوم بيها مستر روي فيتوريا. طيب نورهان، لو رحنا للمنتخب الغاني واللي برضو بيضم يعني مجموعه كبيره من المحترفين، وهو ده برضو يعني بيزود من صعوبه المباراه النهارده، بالنسبه لك ايه هي ابرز نقاط القوه وابرز نقاط الضعف في المنتخب الغاني؟ يمكن انا بدات كلامي انه الفريقين احنا شبه غانا جدا في ضربه البدايه، على الرغم من احنا تعادلنا وغانا خسرت، ولكن نفس الازمات يمكن شفناها او عانينا منها سواء في مباراة مصر او مباراة غانا. الحقيقة انه منتخب غانا بيضم عدد كبير جدا من المحترفين، ولكن ما شفناش انسجام كبير من المحترفين تحديدا في خط الدفاع. نقاط القوة هتكون في عند اشراك طبعا ويليامز او انيكي ويليامز ومحمد قدوسي، الثنائي دول لو تم اشراكهم في مباراة اليوم، طبعا محمد قدوسي كان غاب عن المباراة الماضية للإصابة، ولكن نسبة اكثر من 90% هيشارك في مباراة اليوم. اللاعب ده طبعا لاعب مهم جدا في صفوف منتخب غانا، وايضا طبعا انيكي ويليامز يعني يمكن من اللاعبين اللي بيمتلكوا سرعات كبيرة جدا في خط هجوم منتخب غانا. الثنائي دول يعني وطبعا جوردان ايو ويعني لعيبة كتير، ولكن خليني اعمل سبوت على خط هجوم منتخب غانا مقارنة بالقوة الدفاعية في منتخب مصر. الحقيقة انه نقدر ان شاء الله ان احنا نوقف خطورة المنتخب الغاني، اللي يمكن يعني شفنا في المباراة اللي فاتت ان هو كان اتصور ان المدير الفني كان عايز يستحوذ، ولكن انا كنت شايفه ان هم يعني بلغه الكره بيحلقوا مش بيستحوذوا. فاحنا لو قدرنا ان احنا نمسك خط نص او نمسك الكره بشكل كبير جدا في خط النص، وكان في الغلبه لخط نص منتخب مصر، ان شاء الله نقدر جدا ان احنا نكسب نتيجه مرتاحه ان شاء الله. لكن نورهان، غانا ليس لديها نقاط بعد خساره الماتش الاول، وبالنسبه لها هو ماتش مصيري، وكيف فيردي فاز في الماتش الاول ويلتقي في الرابعة مساء اليوم أمام موزمبيق، وإذا فاز بالمباراة فسوف يصبح في المقدمة ب6 نقاط كاملة. كيف ترين مباراة موزمبيق وكيف فيردي، وأيضا تأثيرها على مباراة مصر وغانا اليوم؟ وسريعا أرجوك.
طبعا انا اتمنى انه يعني انه موزمبيق يعني تتفوق نسبيا، وان كان طبعا نتيجه التعادل هتكون هي اللي مرضيه لمنتخب مصر. لكن في رايي انه موزمبيق الحقيقه لعبوا جيم حلو جدا قدام منتخب مصر، وعلى الرغم ان هم اتعادلوا، ولكن يعني يمكن شفنا دفاعات منظمه وشفنا ان هم ازاي قدروا يلملموا اوراقهم مره اخرى. فانا اتمنى طبعا انه المباراه تخرج بالتعادل، احنا نكسب، انه سواء كان طبعا موزمبيق عندها نقطه ومنافسها عنده 3 نقاط، فطبعا التعادل هيكون افضل لينا، وان شاء الله احنا نحقق فوز على منتخب غانا، وان شاء الله يكون فوز كبير كمان بإذن الله. شكرا جزيلا النقيبة الرياضية نورهان طمان، كنت معنا من استوديو القاهرة.